اوكي سو انفستر بيتشنج اند برزنتيشن سكيلز. نحن كنا اوريدي قطعنا ب 6 سيشنز سو فار بكل هدول السيشنز اللي قطعنا فيهم بالماركتينج بالبزنس تبعنا بالبزنس كانفاس بالبيلدينج ذا براند لنا بالجوينج انتو ذا تايم ماستري تنوصل على الفاينانس تنوصل لمحل هلا صرنا قادرين هيك نجمع اور بزنس. نحن هلا عم نجمع كنا عم نجمعها كل وحده من ديبارتمنت معين. I believe by now الأشخاص اللي already عم تشتغل على البزنس تبع already الأشخاص اللي موجودين بالبزنس already حتى even on idea stage it's a good place نجمع our business ونبلش بدنا نعرضها. So today في كتير opportunities إن كان بلبنان إن كان برات لبنان إن كان وين ما كان في businesses في business owners في investors حابين يستثمروا بالبزنسز. And then في عنا أشخاص فاتحين their businesses بس بعد ما صارت البزنس تبعهم رياليتي أو بعد ما صارت موجودة تحدا يكون عم يستثمر فيها. فاليوم هو about pitching about presentation. أكيد ما رح نفوت it will not cover 100% of pitching and 100% of presentation skills لأنه هول trainings بنعطوا على 4-5 days minimum. بس اللي هلأ عم نقوله وأكيد practice أكتر من هول 4-5 days يعني عم تحكي practice على continuously يعني هلا انتو every day every single day انتو you need to practice هيدا البارت مع حالكم ومع العالم اللي عم تلتقوا فيهم تتكونوا هيك صرتوا اسهل. ولكن رح نكون عم نحكي عن الاساسيات. So لما نجي نحكي عن البيتش داك why do we need هالقد البيتش انه انا تكون عندي مرتبة ليش انا هالقد بدها تكون هي impressive. اول شيء هي كتير مهمة للفندريزينج بتخلي الانفسترز يكونوا محمسين على your ideas and then engages investors in a conversation. Pitch deck رح نكون عم نوصل له بعد شوي رح نشوفها هيك كيف بتكون آخر شيء كيف استعملنا business canvas كيف استعملنا different models رح نوصل ونشوف كيف بيكون شكلها كمان pitch deck نكون أكتر عم نحكي عنها. And it's a tool أنا بقدر استعملها بطريقة كتير مهمة وكتير بتساعد بهيدا البارت. الgoals اللي بده يكون عندي هون إن كان للpitch deck أو لحالة بارت يمكن ما يكون to raise money يمكن يكون أكتر to get to the next meeting أنه أنا حطيت هالـ information ما رح يستثمر هلأ دغري perfect بس أنا بدي أوصل لـ another meeting مع هيدا الـ investor directly with another person بس أنه أنا بدي سرع بدي أكون أنا عم بوصل. It's very important كل مرة بحيلا شغلة عم بعملها what is my goal من هيدا الشغلة. example كتير بسيط اللي بيشتغلوا تيلي سيلز الدايركتلي أول كول تبعهم بيكون هدفه to get the sale. يمكن ينجح يمكن ما ينجح I don't know sometimes it works sometimes it doesn't. In another industry even if you sell online the purpose of the call is not to sell is to get a meeting. So it's very important كل مرة وبعرف أنه يمكن عم بحكي عن المساجر شو عم تحكي أنت بس this is the most important and crucial point ever. شو اللي بدي أنا من هيدا السيشن؟ شو اللي بدي من هيدا اللقاء؟ شو البيربس تبعي من هيدا الموعد مع هيدا الشخص؟ Every single time ask yourself is it to raise the money? Is it to get to the next meeting? Is it just to brainstorm? Is it just to break the ice? كل مرة بدي يكون أبحط هيدا الجول قدامي أكتر وأكتر. The AIDA principle مين بيذكرنا فيه؟ Attention, interest, desire, action. All right, amazing. Attention, interest, desire, action. هيدا عطول نتذكرها نحن وعم نشتغل بالعايدة, Lady عايدة. هيدا رح تضل مرفقتنا إن كان بالماركتينج إن كان ب any step أنا عم بعملها حتى بالinvestors حتى مع حالة شخص أنا عم بخرق بدي يكون عم بقطع بهود الفور stages. I'm here, my business is here. Great. أخذت his attention, desire, and then. أخذنا على action. Remember أهم شغلة investments are rarely done just in one meeting. So they may be occurring from the first meeting. They may be occurring from the first time. ولكن they are rarely it happens. So take into consideration أنا في عندي first meeting في عندي first contact في عندي and then the second meeting كمان to get their attention. Your role is to spark interest. Every single time أنا بدي خلي هالإنترست يكون عالي.
You want investors to ask for more after they hear your pitch. You want them to ask for more. So نحن البيتش اللي عم نشتغلها, البيتش اللي عم نحضرها بديها تكون interesting. Yes, في جوانب فيها موجودة وفي أشياء كتيرة شايلتها من البرزنتيشن. ما بتركهم كلهم بقلب البرزنتيشن. هيدي شغلة كتير مهمة. أنه أنا كشخص عم بيعمل هيدي البيتش, I tend أنه حط all the information. أنه إذا أنا زدت الانفورميشن رح تكون الشغلة عم بتساعدهم أكتر وأكتر, رح يخليهم يفهموه أكتر وأكتر. No. في أشياء كتيرة أيام رح يكون عم بستعملها بدي شيلها من البرزنتيشن. So كتير مهمة أنه أنا تأتركهم مهتمين بشو حابين هن يسمعوا بعض أكتر وأكتر بقلب البيتش. بدي اياكم تتركوا عندكم شغلتين اليوم. وهون I want you to take notes. I want you to keep it in the chat box. إذا بدكم حابين تحكوا هلا حيلا شي, please feel free to speak in the chat. تتركوا هالاشياء عندكم كانفورميشن, غير انه رح نبعته already على السيشن, رح نحطه already على البلاتفورم على المايكروسوفت تيمز, بس تركون عندكم كمان. شغلتين, pitch deck and the pitch canvas. تنيناتهم بديكم تشوفون, تنيناتكم بديكم انتم تختبرون وترتاحوا مع either or. So البيتش كانفاس عم نحكي عن ديفيد باكيت, هو الشخص اللي اخترعها. It's a 3 minutes canvas. هيدا الشيء اللي عم تشوفوه هلا هو بينطبق على التوب 3 minutes حالة presentation رح تكونوا عم تعملوها. He is a pitch coach برات لبنان, وحط هيدا البيتش كانفاس for our use وقال please feel free to use it. And then if you need anything, you can message me, you can contact me. هلا مش عم بعمله أنا affiliate telemarketing لألو, بس he was very good وعنده mission أنه يوصل أنه ل 1 million users للبيتش كانفاس تبعه. بيتش كانفاس مثل ما بلشنا بالبزنس موديل كانفاس بالبي ام سي, كمان it's a tool, كمان موجودة على one paper. أنا هلا أقسم لكم إياها اثنين, بتكون موجودة ومحطوط فيها all the information that you need to get yourself انه كنت تنجحوا بالبرزنتيشن للانفستر او لحال لحدا تاني. So it's an entrepreneurial brainstorming tool that helps you structure and visualize your pitch on one page. والطريقة اللي ببلش فيها هي بأول واحدة, the simple statement of what change you and your product are making in the world. هيدي السنتنس اللي انا ببلش فيها البيتش هي اللي بتخلي هيدا الاتنشن يكون عندي اكتر واكتر, وهذه هي الميموربل سنتنس explaining what you do for customers. Usually it is a part of the value proposition, usually, بس انا بدي جملها بافضل طريقه ممكنه, بدي اكون عم بقولها باحلى سنتنس معقول انه تنقال. ممكن فيها تكون شغله very simple, مثلا what I say is I make every life encounter a transformational experience. This is what I do. This is what I want to do. هيدا اللي بيخلي my business active. هيدا اللي بيخلي my spirit active. My mission, my vision. كله عم بيتحرك مع بعضه. لأنه كل ما ألتقى بحدا بدي يكون في تغيير. إن كان من قبلي أو إن كان من قبله لهيدا الشخص. Okay, so how I do it? So بروح بعدين later on. بكمل بالبين. بروح على البرودكت. بعمل product demo. What's unique? بنكمل فيهم أكتر وأكتر. بس بدي أكون تنتبهوا شوي. أنه yes, parts of the business موديل موجود بقلب البيتش كانفاس, وهذا الشيء طبيعي لانه نحن لما حطينا كل البزنس تبعنا على وان بيج بيرفكت, هلا بدي انقله على طريقه قوله تو فيربلايز ات, مش بس يكون مكتوب, تو فيربلايز ات كمان اكثر واكثر. سو رح كون اكيد ضمن الدوكيومنتس رح كون عم بحط لكم البيتش كانفاس, بليز لوك ات اوت. اهم شيء كون عم بحط البين بلس ذا جين, وات بروبلم يو ار سولفينج, what does the pain result in, the product, شو هو البرودكت, how does it work, البرودكت ديمو كمان يكون في لايف ديمو, بس بيكون ريسكي اذا انا حطيت لايف ديمو. سو انا الديمو بده يكون عم بعمله ايفن لو ويب سايت يكون يمكن عم بحطهم كصور كسكرين شوتس انا عم بحطهم, واذا كنت انا اوكي مقلع كل شيء بيرفكت مقلع why not to do it, بس كمان بجابول اتس ريسكي. What's unique, what technology you are using, the partnership, شو هو اليونيك انتم اللي عندكم اياه. بس اهم شغله بحال شيء انتو عم تعملوا, always like to break it into threes. عطول بالpresentation التلاتة هي الرقم القوي, ready, set, go. Scooby, dooby, do. So it's always about those threes. فيكم تقولوا أحمر, أصفر, أخضر. So هودي colors. So it's always those relationship with threes. It comes in threes. So
جربوا لما تكونوا عم تبلشوا بالبرزنتيشن او بحال شيء ثاني تكونوا عم تاخذوا الاتنشن على الثلاث اشياء، 3 مين بوينتس، ابيض اسود رمادي 100%. اتس ريسكي سافيو لانه بركي ما زبط الموديل الديمو، بركي انت عندك ديمو وعم تجربه هلا لايف، يمكن زابط معك مرتين ثلاثه قبل بس هلا انت عم تستعمله يتخربط. ممكن تكون ابلكيشن طالعه اونلاين بس هلا صار فيه لسبب معين من الانترنت ما كان عم يشتغل مزبوط. So anything انت عم تستعمله ان كان برودكت موجود قدامك ولا ان كان ان اونلاين برودكت، try to have a demo ضمن سكرين شوتس، try to have it موجود بهيدا البارت. ولايتر اون طب انت وين هيدا البرودكت، اوكي ليتر اون نرجع نفوت اكثر على هيدا البرودكت if it works ولا لا and how does it work. But if you're sure 100% انه it works you can go and use it. اكيد منكمل من بعد هالبوينتس اللي حكيناه هون عن البين عن الجين عن البرودكت ديمو عن واتس يونيك، منروح اكثر على الكاستمر تراكشن. سو انا سكسسفل هيدا البرودكت، في منه في كاستمرز عم يستعملوه، في براندز عم تستعمله. سو اذا انا عامل ديل معينه مع شركه كبيره كمان اي كان منشن ذات مين هن اور بارتنرز. البزنس موديل هاو دو يو جيت بيد، هيدا كتير مهم. اذا بتتذكروا بالسكند سيشن لما حكينا عن البزنس موديلينج، لما حكينا عن هاو دو يو ميك ماني، شو هن المودلز اللي موجودين، ضروري تو سيف، ضروري انا بحال انفستر مهتم اكيد انه اعرف كل هيدي الاشياء، ولكن في شيء كتير اساسي هو sustainability and scalability for the business. انا قديه البزنس مستمره وقديه هي تكبر، مش بس بديها على صعيد صغير. Investors usually are looking for something special. إذا حد بده يستثمر مصاري أنه أوكي long term commitment و long term plan. الانفستمنت قدي أنتو دفعتو، قدي أنتو حطيتو بقلب هيدا البزنس. سو أنا اليوم بماي بزنس يمكن تكونوا invested على حالكم، ممكن اليوم بالماريال أو هلأ ميريام أو حالة حدا عم بفكر كمان بالإدوكيشن لقلها أكتر وأكتر. So I invested in myself هالقد، I invested وهودي بماي بزنس. يعني أنا certificates اللي عم جيبهم هن عم بيخولوا ماي بزنس تكون credible، هي عم بيخولوا ماي بزنس تكون effective أكتر وأكتر. So it could be كمان هيدا an investment اندفع. How have you raised money so far؟ So أنا قديش صرت مجمع مصاري لحديت هلا، قديش أنا صرت عاطي للعالم كمان مصاري، سوري قدي أنا أخذ مصاري من العالم قدي عطيني لأنا تكون ماي بزنس كمان كملت. How much are you looking for right now؟ So أنا هلا قديش بدي مصاري؟ أنا how much am I asking for you dear investor هالقد مصاري؟ فهيدي كمان ضمن هيدا البارت، ضمن البيتشينج بارت بده يكون عم ينعرض. To say and to mention the team members شيء كتير أساسي، وقديه team members بيكونوا diversified هيدي كتير مهمة. وهيدا اللي بتطلع عليه أكتر الانفستور، أنه what's your story؟ Who's on board؟ What difference are you making in the world? How will you make money? And has anyone tried it yet? هول الأشياء لما أنا خبرهم بطريقة ستوري، لما أنا خبرهم بطريقة جمعهم مع بعض وخبرهم بفلو كتير حلو، بتخلي هيدا الشخص اللي قدامي يكون interested أكتر وأكتر، تعرف أكتر، تيكون عم يستثمر أكتر وأكتر. وتذكروا the attention, the interest, the desire and the action. فإذن who is on the team؟ شغلين هن قبل؟ وين شغلين قبل؟ شو الإفكت اللي هن عاملينه مع مين؟ What is their role in this business؟ فإذن إذا حدا عم بيستلم الأكاونتينج، حدا عم بيستلم الماركتينج، حدا عم بيستلم the invention of the product، كل حدا عم بيستلم بارت معين، هذا الشيء كتير بيساعد. وهودا منشوفهم usually بالبيتشينج، اللي مثلا فيكم تحطوا pitches online، وأنا حطيت لكم one model pitch yesterday هيك تعطون رأيكم اليوم فيه بعد شوي تكون عم نحكي ديتيلز اكثر عنه، وفي غيره كتير كتير. وهلا بعد شوي يمكن الاشخاص اللي اوريدي موجودين معنا سارب او غير حدا، شو بتعرفوا programs for pitching please تكونوا عم تكتبون بالتشات. I know في الشارك تانك، بس في غيرهم كمان من المراجع اذا عندكم اياهم كمان تكونوا عم تحطون. It's nice for you to see. Call to action and end statement. اهم شغله to finish strong. في عندي انا ثلاث اشياء. So opening النص شو بدي اعبي بالبرزنتيشن، and then the closing. We go in threes. Who is the audience؟ مين التيم؟ What's my mission؟ هودي كمان threes. So انا كل ما اقسم my presentation ثلاثة 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 بكون انا عم بوصل اكثر واكثر للفكرة تكون واضحة. So I should finish strong. الطريقة اللي انا عم خلص فيها
هي شو الاكشن، شو الكول تو اكشن اللي بدي ياخذها هذا الانفستور، اند وات از their first next step. So today I am raising $100,000كرمال اعطيكم 10% of my business، تنكون عم نفتح ماركت بالشيء اللي حكينا من شوي مثلا. So it is a call to action. انا شو بدي؟ So today I'm asking you for not only money, I'm asking for partnership and trust. So بطريقة كتير واضحة انا what is it that I'm asking for. وفي شغلة كتير مهمة انه أكترية الانفسترز ما بدهم يكونوا dumb money. They want to be smart money. شو يعني؟ مش بس حدا عم بيعطيني مصاري go do your business، لا، بس حدا عنده knowledge already بهالبزنس، حابب يشتغل بهيدا البزنس، حابب يستثمر مصرياته، ولكن he has a saying أو she has a saying كمان بقلب هيدا البزنس تتساعدهم أنه أنتوا تتطور already you have the team with the advices اللي هن موجودين فيها اللي عم بيعطوكم إياها، كمان بيقدروا يكونوا عم بيقلعوا ده البزنس أسرع وأسرع. Why you؟ هيدا الشغلة كتير مهمة بكل presentation in any part. In any part, in all the parts, بدون يشوفوا your passion, بدون يشوفوا your excitement, بدون يشوفوا your expertise, بدون يشوفوا how you are demonstrating this skill. بمحل كتير رح تشوفوا أنه ممكن ما أكون أنا the best speaker in the world. ممكن ما أكون أنا الشخص اللي عم بيعرض الفكرة بطريقة رائعة. ممكن يكون عامل واجبات كتير كبيرة ولأكمل وجه أنه أنا مزبط حالي وأنا عامل وأنا لابس وأنا عامل كل هالأشياء، بس ما رح يقتنعوا. So, شو بيكون السبب؟ So, it's time that why you to pay attention very closely لهيدا السلايد، لأنه why do you care about solving the problem for your customer؟ لأنه هني ما بدهم إياكي أنت أو إياك أنت تحلوا الشغلة وترجعوا تبيعوا البزنس دغري سريعا، to flip the business، أو أنا عالجت مشكلة على سنة أو سنتين. لا، they want to see this commitment. بده يشوفوا هيدا البارتي اللي انتو attached لهيدا البزنس مع كل ما صعبه، مش اذا صعبت الشغلة انا بدي اترك. So how has your life been affected by this industry and business؟ انا كيف تأثرت بهيدا الاندستري، انا كيف تأثرت بهيدا البزنس. And then why should your audience have confidence that you are driven to do what you promise no matter what؟ انا لو شو ما صار انا my business بدي كملها للآخر، انا بدي يكون عم حضر حالي مزبوط، ولو شو ما صار أنا بدي يكون عم كمل فيها. This is a pitch I found so impressive for its simplicity and how the product is simple yet they did a great job covering all the questions you said. Thank you so much Sarah, and if you can share it as well على الواتساب group it would be great، لأنه هلأ الشات كمان بعدين بيرجعوا بيروحوا. Thank you so much Sarah. فإذن الـ why you بدي يكون هلأ رح أعمل أنا الـ stop شوية للـ slides، بس رح اترك شوي السلايد هيك تكونوا انتم عم تجاوبوا على ثلاث اسئله. كل حدا منكم رح يكون عنده تقريبا 15 seconds مش اكثر تتكونوا عم تخبرونا why you هلا how are you solving the problem، كيف هالاندستري غيرتكم، وانتم كيف رح تكملوا بقلب هيدا البزنس تبعكم. في شغلة كتير مهمة أنه أنا less than 20 seconds بدي يكون عم بعطي ثلاث أشياء بطريقة كتير سريعة وبطريقة كتير واضحة والأشخاص اللي حوالينا عم بيسمعونا. So the floor is yours. من أول شخص بحب يكون عم ببلش؟ مين أول حدا؟ يلا ماريال. Why ماريال for my humanitarian and ethical approach for taking consideration as every person is unique. أقل من 15 seconds. Okay. كرشتون. Okay okay. You still have a lot of time. أنت هلا اللي حكيتيهم ما بيطلعوا 7 seconds. So you still have a lot of time. كمان practice it again. هلا بينك بين حالك جرب اكتبيهم على ورقة، جرب أنت قوليهم. If you had another sentence command to say, please feel free to come back and to say it. غير ماريال رح نروح عند ريم. ريم مازح إليك. Why you? Why me? فيني هيك بعد شوية بس لحط الجملة كلها مع بعضها. مية مية بس جربي يكونوا هو ثلاث أسئلة فيها. يعني أكيد هن في كتير غير أشياء بقلبها بس أنا بدي جرب حد كل هالأسئلة بهوت ثلاثة بطريقة ستوري، عم خبرهم بطريقة ستوري ما تكون بس بوب
بوب بوب عم خبر ستوري اوكي غير حدا دينا are you ready صراحة أنا شوية بعدني مش كتير مستوعب الكونسيبت بعدني I wanted to unmute to tell you that okay بس مش مستوعب الكونسيبت من أي ناحية ك pitching أصلاً pitching the idea إيه إنه I get إنه you have to say the idea in the best way possible بس قصدي okay. How are you supposed to do that إنه who's to say what to include and not to include in the pitch exactly exactly باللي already السلايدز اللي قطعوا وأوريدي هلا في سلايدز كمان رح تجي رح تكون عم تخبر اكثر شو هن البوينتس اللي انا مفروض انه انا اكون عم بذكرهم بقلب البرزنتيشن واشياء في كثيرة انا بدي شحل اشياء تتكون ماكسيموم 3 مينتس برزنتيشن مثل ما شفتوا باللاست يسترداي بالبرزنتيشن اللي بعثت لكم اياها عن سلايتر كانت 1 مينت بيتش فتخيلي قديش شيل انفورميشن قدي كان عم بيشيل هول الانفورميشن وعم بيترك مش بس النيسيساري عم بيترك the top urgent and important ideas to share بس البرودكت فيه كتير technical stuff اكيد فكتير كان صعب يحطها ب 1 minute صح وخلصها بقلب 57 53 او شيء يمكن فهالقد انا sometimes انا بضيع كتير بانه بدي خبر عن my business هو في الأشياء الأساسية أنا إذا بقولهم بلقت الاتنشن عم بعمل هوك I'm doing the hook technique علقتك and that's it we can continue from there so Sarah how are you solving the problem for your customers how has your life been affected by the industry or the business and why should your audience have confidence that you are driven to do what you promised no matter what إليك okay one moment Yeah. بدل ما تقولي 1 minute okay 1 moment very good choice of word moment big مع انه بتبين ثقيلة one moment بتبين اصغر very good use of word 1 moment is all I ask for سيرجي هذا اللي بدي اقوله انا بالانسر تبع هول الكويستشن انا I chose مثلا humanitarian and ethical so هو بيختصروا كتير اشياء صح هذا الشيء تذكروا هلا الواي يو هي بدها تكون ضمن كل البرزنتيشن يعني ضمن كل البيتش انتوا رح تكونوا عم بتقطعوا الواي يو بس انا بهمني هلا بوان سنتنس انه انا جيت اذا قلت لك ليه انا بدي انقيك سو اذا انطرح عليكم هذا السؤال ليش انا بدي انقيك هودي ثلاث اشياء اساسيه انذكروا بس هيدي البرزنتيشن بدها تكون كل البرزنتيشن اللي عم بعملها انا بدها تكون عم سيرجيو راحت الكهرباء عنده يمكن يس نو ماتر وات رجع سيرجيو اوكي انا قطش الخط قطش الصوت اوكي يس فاذا الواي يو هي عم تقطع بكل البرزنتيشن بس كتير مهم انه انا اكون عم بستعملها كمان اذا حدا سالني why should we choose you كون انا عم بقطع هول ثلاث اشياء ب one simple story so انا I make every life encounter a transformational experience because my life changed with coaching and this is why I owe it all my life to be a coach for others and to have a coach for me for the rest of my life. So, شو أخذتوا من هذه الجملة اللي خبرتكم إياها بهال هيك simplicity? That it impacted your life and you want to help others as well to impact their life in a positive way, definitely. And by sharing your experience, definitely the customers will get excited to have it in their life. Okay. هون تذكروا عن pitching for investors as well. So, حدا بحب يقول شيء لشال فتحت your mic? لا, المسج اللي وصل كمان that you are committed لهذا الشيء اللي عم تعمله. Yeah. And guys, you need to believe it. يعني عن جد تكونوا عايشينها وتكونوا, okay, عن جد this is what I want.
لانه اذا في هيك مثل انه شيء فاصل، انه انا عم بحكي شيء وانا بدي شيء تاني، it will show directly, it will impact it directly، وما رح تكون عم تعطي the good effect لألها. سارة كنت one moment. Yes, Anna, one moment. As you know, I don't have a current business right now. I'm trying to use these sessions to work on two different ideas. So I'm going to try to think for one of these ideas. لا انت عم تسمعيني شيء سارة؟ عم تسمعوني؟ Yes, I'm hearing you. Yes. Yeah, I can hear you. Yes, yes. بهاء عم تقدر تسمعنا هلا؟ بهاء عم بسأله إذا he can hear anyone else. Okay, سارة إليك go. Okay, so after years of working with kids and teenagers, I have encountered the pains and frustrations of these kids and the different gaps in the educational system. And I believe that this program is the solution for all these problems. Okay. Okay. Good one. حدا عنده تعليق عليها؟ That's really great. Okay. So خبرت my experience، خبرت على الشيء اللي قطعت عليه، كيف أنا I was affected، وبنفس الوقت أنا how I will help other people. بهاء عم تقدر تسمعنا؟ Still connecting to audio. Coach، هلا آخر question، why should your audience have confidence؟ يعني ما بدي أقعد أقول لهم إنه for example إنه عنا مثلا high quality services أو شيء هيك، إنه بدي شيء كلمة ثانية إنه Can you hear me, Sergio? Yes, عم نقدر نسمعك بها. أنا مثلاً بالدوري حسيت إنه they would have confidence if I said that I have. أنت عم تسمعون I don't know شو ماشي من عندي. صوتهم بيقطش كتير. يعني مشي حاله صوت. اوكي بس ساره قبل ما اروح لعندك كريم كنت عم تقولي شغله عن الكونفيدنس هون why should your audience have confidence بدي كمل الجمله that you are driven to do what you promise no matter what يعني انا لو شو ما صار معي ريم بدي اكون انا عم اكمل هالقد الانفستر بهمه طب انا بدي احط مصرياتي معك انا بدي اجي اعطيكي ماي ماني how will I make sure انه رح ترجع بعد 5 سنين تقولي لي هودي مصرياتك رح ترجع تقولي لي بعد 5 سنين هودي مصرياتك سيرجيو بلس يور انترست على المصاري بلس يور شير على هالمصاري اللي انت عطيتنيهم فاذا هالقد مهم انا اعرف انه انا هالشخص دريفن لدرجه لو شو ما صار في اوبستكل قدامه ما راح يوقف هيدي هي الكونفيدنس فيي انه انا ايه هذا الشخص عم بيعمل شيء فور ذيم تو كونتينيو هذا الشيء اللي عم بيعملوه مش بس تيوقف فينا نقول انه عشان عنا باشن بهيدا البزنس كتير قوي لدرجة انه او شي هيك فيك اكيد فيك تخبريها بس بطريقة ستوري مش لانه انا عندي باشن او لانه بدي خبرها how it affected my life يعني بدي اذا بتطلع على 3 اسئلة ليش انا بهمني to solve the problem how it affected me and how will I do everything for not to make it go away لو شو ما صار اكيد في دراستك ريزن ممكن يكون الشخص تيغير مش انه نهاية العالم بس هيدا الدراستك ثينج هيدا اخر 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 شيء تروح الواحد يغير هو شو يعني هو وات از ات از فور ذا بيتر از فور فور شو بده يكون سبب كثير هيوج يعني بس مينلي انه لا انه انت اذا فت بهالبزنس يو وانت تو كونتينيو ان ذا سارة شو كنت عم تقولي؟ ماشي بس كان بدي أقول إنه حسب ما أنا فهمتها لهول three questions إنه الفكرة مش إنه I have to answer them بالدور it's, صح. it's what to focus what are the ideas I need to focus on بهال limited time 100% 100% اللي عم تقولي سارة يعني أنا بال بال بالجملة that I said اعتبرت إنه أول شيء وقت أقول إنه I have experience somehow لأنه I شو عارفني worked for 7 years with kids and teenagers هاي ده why me وبنفس الوقت why should my audience have confidence in me for example exactly 100% 100% it's about the story يعني هي أنا كيف عم بقدر أخبرها بطريقة قصة كتير بسيطة
توصل هيدي المسج 100% سارة. الموديل الثاني غير البيتش كانفاس رح نروح عليه اللي هو البيتش داك. سو في عنا 11 بيلرز لهذا البيتش داك رح نكون عم نشوفه بعد شوي. اوريدي كلهم قاطعين عليهم لحديت هلا، يمكن في منهم بعد ما قطعنا دايركتلي عليهم، في منهم بعد ما صاروا عندكم اياهم فورمولييتد بطريقه كتير واضحه، بس مينلي هول هن يعني شو الفيجن، الفاليو بروبوزيشن، الاوبورتونيتي، البروبلم ذات يو ار سولفينج، تارجت ماركت مين، البزنس موديل تبعكم، الريفينيو ستريمز، الفاليديشن، الماركتينج تيم، فاينانشال كومبيتيشن، اند ذن ذا انفستمنت واليوز اوف فاندز. فاذا هالاشياء انا كلها بدي احطها على البيتش تاك، بدها تكون واضحه تهي تكون بحاله برزنتيشن انا عم بحطهم. يس ان 1 مينت. لا دينا البيتش تاك بتكون اطول من هاي خالته. سوري ماريال، سوري جايز، مش متبعنيون منيح قديت على هيك. بس منيح اللي قديت على هيك. سو دينا اكيد هولي مش كلهم بوان منت، بوان منت بدي يكون عم بشرح اقل من هولي كلهم، وبدي اياك ترجع تطلع على سلايدر اي دون نو اف يو صارت او لا دينا، بس رجع شوفي هو على شو ركز. واذا عم بيقولون كلهم بوان منت يعني بيرفكت، يعني انا عندي 11 شغله بدي اقولهم كل واحدة عندي يمكن 5 سكندز لالا على قد بدها تكون واضحه. My value proposition, I make the smokers يدخنوا أقل. Opportunity, أنه في عنا مثلا 4 billion smokers around the world, example. فهودي بعضهم هلأ اللي هو قلتهم أنا بهوش جملتين هن less than 5 seconds. حتى marketing strategy حدد مين segment market. Exactly. Target market قال أنه هو he's going to target العالم يلي already willing to quit smoking. So قال بطريقة غير انه مش دايركتلي بس قاله. سو اتس دايركت ساره بهالطريقه، اتس دايركت. يعني انا لما اقول انا هو هن الاشخاص خلص، ذس از ماي ماركت، هذا هو التارجت تبعي. وانا واتش ذا فيديو كنت عم شوف، كنت عم جرب ركز، اخذت البزنس كانفاس از ريفرنس، كنت عم شوف اذا قطع على اول ذا سيجمنتس اوف ات وكيف قطع عليهم بالدور. قطع عليهم، قدر يقطع عليهم كلهم. يس ديفينتلي. great 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 ساره. مين كمان بالobservation، بالobservation تبعكم شو شفتوا لما كنتوا عم تحضروا السلايدر؟ في حدا كان عم يسال شيء؟ حدا قال سيرجيو ولا انه نو سافا جو اهيد بعدين؟ لا قولي اذا عندك شيء هلا ميريام سيد نو بروبلم، نرجع نسال السؤال الثاني. I wanted to share اللي كتبته because I was disconnected. اوكي تفضلي قولي فاذا لانه مش مبين عنا. Okay, so I wanted to say Dome is a unique igloo shaped staycation that helped us reconnect with nature and disconnect from the world. And we want you to get this experience in which we're sure will make your night a memorable one. 2 years already in this business and we're growing bigger and bigger. In the... Okay. Miriam, قطعت من عندك ولا انت حطيتي ميوت؟ That's it. Okay. Great. I need you to finish strong. When you do the presentation, finish it strong. لأنه أنت هلأ خلصت قطش الصوت، ما قدرت أخذها مظبوط at the end. تذكروا opening, middle, and then the closing. أنا بدي هال closing تكون strong. Yes, sure. And not only a memorable... يعني هلأ ما بدي هال تكون كvalue preposition, the one memorable night. ممكن فيها تكون... لأنت بلا بس it's very good. يعني لحديت هلأ it's very good. بس رجعي كاملة تتطلع بعد افضل وافضل. الشيء اللي بركز عليه الانتربرنور او الشخص عم يفتح البزنس هو الاكزكيوشن، يلي هو انا شو عم بعمل، او انا كيف ماي برودكت از افكتينج بيبل، او انا كيف تغيرت بهذا البرودكت بهذا البارت الاكزكيوشن. بدي اياكم تطلعوا تتخيلوها كانكم طالعين ببيلر درج، او اذا بدكم بيراميد او شو ما كان هيك، بس 3 لايرز ان الاكزكيوشن اقل وحده تحت اللي عم تنعمل، فوق your vision investor، هود اثنين بهموه بس هو بتعرف وين نظره على الأعلى واحدة فوق. أعلى واحدة فوق هي how you are changing the world and how is the trend changing in the world. لما يكون investor عم بيتطلع، وأنا بدي بلش اتطلع شوية من point of view تبع الانفستور، مش بس أنا شو عم بقدر كون عم بعمل execution. They know mainly أنه your execution will be great.
بس انا قد بقدر اطلع لفوق على هيدي الفيجن تبعهم، على هيدي الموديل ذات تشينجز ذا وورلد، كيف عم بيمشي مع تغييرات هيدي العالم. هيدا هو كمان I'm reshaping the industry. يعني مثلا انت فيك تقولي I am reshaping the hotel industry. I'm reshaping the five stars outdoor luxurious models مثلا example. هلا انا اعطيت مثلا كثير صغير. Yes. بس بدي اعطي انا الليفل تبعي اللي انا عم بعطيه منه بس on execution level، اكثر على هالاندستري انا كيف عم ساعد بتغييره، اكثر بهذا الموديل كيف عم بغير بهذا الورد، ولو بده يكون هيك شوي حكي ما فيه واقعيه، ولكن نفس الوقت عم بوصفه بطريقه كثير حلوه. And then compatible مع شو عم بيتغير بقلب هذا العالم. فيها تكون did you get the idea مريم؟ Yes. And I think I can share the idea that شكل الدوم هو أساسا they consider it it will be the new era of the household. So it could be a great pitch. Definitely. Definitely, definitely. That's great, Miriam. مثلا رشال بهاء وغير أشخاص بتعود فوتوا نحن we're reshaping the industry على الأونلاين industry we're reshaping the هيدا الاندستري تبعنا تصير هي أونلاين وإي كوميرس وغيره وغيره بطريقة معينة، بس أنا هالستوري اللي أنا عم خبرها كيف أنا متأثر بهيدا البزنس اللي أنا فيه تا أنا فت فيها، لأنه هيدا رح تعطيني consistency. انتبهوا يعني مش عم نحكي هيدا الشيء بس كرمال الانفستر، هيدا الشيء لألكم كمان تا أنتوا تكونوا مقتنعين بيور ايديا، تا أنتوا تكونوا okay this is something I want. عن جد أنا بدي يجي حدا يحط 100,000 دولار بماي بزنس، عن جد بدي حدا يتبناني ب 1 مليون دولار لأنه I believe my idea will be the next big thing. Guys, 2 weeks ago كنت عم بحكي مع حدا بلبنان الموديل تبعه 1 بليون دولار بزنس. يعني سيرجيو عم بيقول لي سيرجيو انا ماي بزنس ما راح اوقفها غير ما تعطيني لي 1 بليون دولار، اوريدي هون بلش بالمليونز. هل قد هو رايح فيها وعم بيجيب سيرتيفيكيشنز وعم بيجيب اشخاص تانيين يشتغلوا هو وياهم عم بيكبر. وتخيل بالباشن اللي هو عم يشتغل فيه بالطريقه اللي عم يشتغل فيها، سوري اي كانوت سي اول ذا ديتيلز هلا، اشتغل مع حدا عامل تيد توك باليو اس والمايكروسوفت بدهم يتبنوها لهي هذا الشخص تيتبنوا دير هير اديوكيشن بالنيو ايرا. تخيلوا انه مايكروسوفت بدها اياها، جوجل بدها اياها، اند شيز وركينج وذ هيم. إذن once you believe in your product, once you believe in your business, عندكم هالقد قناعة أنا بماي بزنس بدي أكمل فيها وبدي أطورها، ما رح تبقى static، ما رح تبقى مثل ما هي، رح تتطور. بس هالقد أنا بدي أكمل فيها، هالقد أنا بدي أكون عم كمل فيها. وفي شغلتين I need to love my business بطريقة كتير مهمة، أنه أوكي أنا بدي أستمر، أنا لأنه أنا بريليشنشيب with my business I cannot say no. وبنفس الوقت مش لازم to fall in love with my ideas لأنه they will be destroyed. رح يجي في حدا يقول لي لا مش حلوة الفكرة غيرها، لا فكرتك مش مزبوطة، لا الشيء اللي عم تحكيه منه مزبوط. سو أنا كمان هون بدي يكون aware of أنه أنا بدي غير وبدي أطور my ideas قد ما بحبهم، بدي يكون متخلي عن أنه كيف بدي أطورهم. فإذا بالبيتش تاك عنا هود الـ 11 parts أكيد كويك مثل ريكاب على الاشياء اللي اوريدي حكينا بالميشن بالفيجن بالفاليوز، كيف هالاشياء انا بدي اكون عم بحكيهم، هول الاشياء بدي اكون عم بوصلهم، شو الكالتشر اللي انا عندي اياها بماي بزنس، شو الجولز اللي انا بدي اكون عم بحققهم along the way، and what is my vision، انا هونيك وين انا بدي اروح. فاذا my vision is to have this company هي number one company بلبنان هلا مع كل هيدي الاوضاع. فيها تكون مثل اللي عملوا البلاتفورم تبع الليرة ريت أو الصيرفة أو يلي غيره. Our vision is to be the number one leader by giving those prices. Example. فيها تكون أنا بدي أسر على هذا الماركت اللي عم بيكون. It's a very bad. حتى في يكون أشياء أونلاين يعني. Yes. في عندي هيك بس شغلة صغيرة قبل دقيقة. Patient هي بتشتغل بالهاي كارت، بتقلي بلشنا بالهاي كارت قبل الثورة بلبنان بكم شهر، دافعين بلاوي للدعايات للبروموشن، بتقلي وإذ هلا بفيرست ويك اوف ذا مانث نحن عم نجيب التارجت تبعنا. Yeah. صح. والهاي كارت قديش كمان بغض النظر إذا في عالم بتقول the products هن منيح أو مش منيح. Exactly. They are doing great.
وبتقلي هلا يعني شفتها لاست ويك بتقلي ما في خبرك قد ايه عم يجينا جوب اوبورتونيتي بلبنان وبيدفعوا لنا بالدولار لانه نحن عندنا الاكسبيرينس صار. صح صح ترو ترو ترو. ثانك يو ماريال فور شيرينج. مثلا الفيجن اللي انا بكون هيك عم بشتغل عليها بالباك تو فاندمنتلز انا بدي اكون على طول عندي هون. فاذا مثل هنري فورد I will build a motor vehicle for the great masses لكل الاشخاص مثل ما كمان وقتها ستيف جوبز قال بدي يكون عنده هذا اللابتوب او هذا الكمبيوتر بكل بيت مش بس عند الجيش او بالمؤسسات الكبيره او بسبيسيفيك بليسز. البيربس شو عم تعمل انا الشركه تبعي مثل ما ديزني to make people happy as simple as that. كوتش جابي طلع علينا مع الشخص. هلو كوتش جابي. وينه وينه وينه. هلو. حمسنا نطلع هايك. شو عم تعمل فينا؟ لحظة بدي أعمل ستوب شير أنا. عم بيعمل كبسة كوتش جابي. بس ما عم نسمعك by the way. ما عم نسمعك. You're muted. You're muted. يلا I ask him to unmute. هلا عم تسمعوني؟ لا تمام تمام جابي هلو هلو هيك ويني شوفوا انتو وين شوفوا انا وين اشكرك لهلا واو عم تدرسوا عم تتعلموا عم تشتغلوا ليدرز الحمد لله منطلع مصاري برافو 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 يلا وينك اليوم بأي منطقة هلا والله ما بعرف يعني نينو وين نحن شو بعرفنا شيء معاصر الشوف يمكن اوه اميزنج اميزنج تشوف هاي انا عنا عندي بدك تطلع اقرب شيء رايحين على بسري بعدين على جزين واو اميزنج اميزنج كوتش جابي فاذا جاست يور اندر 1 مينيت بيتش تاك شو بدها تكون يور هيك يور ادفايس لنا بهذا هيدا السيشن under 1 minute وانت هيك شو فيك تخبرنا under 1 minute pitch deck keep it simple keep it what they will benefit from not you and talk about the value that you bring as a team the value that your idea bring the value that your company bring and or your product or service bring talk value that's it this is هلا بريحه هيدي هيك على السريع يلا خلونا ناخذ ريحتي ثانك يو ثانك يو فور جوينينج ثانك يو يلا باي باي كوتش جابي ثانك يو باي جريت سو نقدر هيك نكون عم نكمل فاز فاليو 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 از يوجوال انا هالفاليو اللي انا عم بقدر اقدمها هي اهم شغله بيكونوا عم بنبشوا عليها وات بروبلم ام اي سولفينج على طول عم رح تسمعوا بالوات بروبلم يو ار سولفينج لانه هل قد الشغله مهمه اذا ما في بروبلم تتحلها طب شو بدنا فيها شو انا بدي بهيدي الايديا فاذا هيدا الشيء اللي على طول الانفستر عم بنبش عليه واهم شغله توتالت اني ستوري انا هيدي البروبلم اللي عم خبركم اياها فيها تكون بالستوري او بسؤال انه دو يو نو الاشخاص يلي هلا عم تعمل انتيريور ديزاين عم بتواجه مشكله بانه ما عم تقدر تلتقى مع الانتيريور ديزاينر مثلا لانه من ورا كوفيد مثلا Do you know that هيدا البروبلم نحن الانيرا سولوشن صرنا نساعد بيبل اونلاين بهيدا البارت بلشنا فيها بكويستشن فيها تكون بستوري لما انا كنت عم نبش على دايتيشن وما كان بدي دق احمل التليفون اني دق لدايتيشن وكنت قرفان العالم وما لي خلق احكي مع حدا فجاه بلاقي قدامي على الاكونت ماريال حطت ستوري انه هي عم تعمل online consultation وهيدا الشيء ريحني لانه ما بدي اروح وما عندي الويل اني اروح لهوني قلت انا من وقتها كيف تساعدت بهذا البارت كيف انا تجرأت انه انا وموجود ببيتي قدرت لاقي هذا الكونكشن واحكي قلت انا بدي اخلي كل الكوتشز والترينرز يكونوا صاروا اونلاين وعم بيساعدوا الاشخاص اللي مثلي يلي مش قادرين ولا حابين يروحوا بس بدهم يتغيروا تكون عم توصل لهم الانفورميشن بطريقه سهله بيكونوا دغري عم بيعملوا السيشن تبعهم من البيت وصلت بطريقة ستوري guys the idea it's a true story اصلا البيشنت اللي عم بيكونوا اونلاين معي بيقولوا لي هيك مثل ما انت عم تحكي
على قد انا مثل انا مثل. So guys, وصلت the idea بقلب الستوري؟ قدرتوا تاخدوها هيدي الستوري ولا لا؟ Yes. Listen, this is how I put the problem. This is how I put the opportunity ضمن a story معينة بطريقة 10 ثواني, 15 ثانية, 20 ثانية, بهالقد أنا عم بقدر وصل the idea. So no problems, only solutions. عم نحكي هلأ describing the product, the service. فإذا هالأشياء كلها, وأنا رح كون هيك عم بقطع عنهم شوي بسرعة لأنه مهمة كتير الستوري يكون عم بقطعها ضمن هيدي الأشياء كلها, وهيدي it's the most powerful tool بقلب البرزنتيشن استعملها هي الستوريز, لأنه نحن وصغار هيدا نخبركم خبري. tell me a story. بنتخيل لما بدي أحكي أنا وياها ساكوبي بتعيط لي ساكوبي tell me a story. Everywhere. نحن الستوريز أصلاً لما نجي نسمع كان يا ما كان من قديم الزمان أو الحكواتية أو الأشخاص هيك اللي بخبروا قصص كتير نسمع لهم دايركتلي لأنه بالسبكونشس مايند تبعنا نحن وصغار كانوا يخبرونا ستوريز. فأصلاً أول ما أنا بلش خبر ستوري الشخص الآخر اللي هو قدامي تلقائياً عم بحكي هون psychological part تلقائياً بيصير قاعد عم بيسمع لأنه the subconscious mind بتفعل بهيدا الموست powerful and intimate position قادر إنه يكون فيها شخص هو is to listen to a story like the dad used to tell a story like the mother like any other person الجد والتيتا مين ما كان يكون عم بخبرنا هيدا القصة ودغري منصير بهيدا situation. أكيد الستوري تيلينج بده ساعات وساعات ويمكن في أشخاص بيناتكم فاتوا على speakers club مع ماكسويل وغيره عم بيعملوا على 26 yes weeks the storytelling and how to build your story وكيف انتو تكونوا عم توصلوا الستوري بأي طريقة لأنه كمان اليوم إذا بتلاحظوا حيال لشي انتو هلا عم جربوا تحفظوا بالمدرسة أو بالجامعة أو حيال لشي كان خبرنيها بشكل قصة بحفظها أكتر فإذا بتكون عم بتفوت أكتر وأكتر to have the impact higher and higher. فإذا storytelling and how to build my story please go and see it, do your research. يعني عملوا انتو هذا الأفرت يلي عن جد يومياً كتير بيغير وكتير بيأثر لما تكونوا عم تعملوا هيدا البارت. أكيد to use pictures موجودين when you describe the solution showing is better than telling. So أنا قد ما فيه كون عم to show it's better than for me to tell. مع Simon Sinek it's a very highly recommended book to start with your why. أكيد what you offer and what's the process that you are offering بس أهم شغلة كمان why do you do what you do هيدا بالكور هيدا الأساس وهلأ يمكن بتشوفوا على البراندينج وعلى أكترية الأشخاص اللي هلأ بيطلعوا أونلاين صاروا عم بيخبروا عن حالهم أكتر ليه أنا فت على هيدا الاندستري I forgot to نسيت أنا أعرفكم عن حالي في أشخاص متى هلأ بتطلع من بعد ما يكونوا متى قلون سنة أو سنتين على الموجودين على الأونلاين بيرجعوا هلأ عم بيخبروا let me tell you about myself let me tell you about meet the founders أو تشوفوا هالأشخاص وهيدا نخبركم أكتر عن حالنا لأنه أنا عم بكسر الجليد أكتر وأكتر عم بتقرب منك أكتر وأكتر لأنه هالعالم بهم تعرف قصتك أنت أو بهم تعرف قصتك why do you do what you do this is the bullseye so why am I doing all of this what is the process how am I doing it what problems am I solving and شو هني هالسولوشنز اللي أنا عم بقدمهم كمان كنا قطعنا قبل على client avatar who is my best client كيف شكله مثل ما كانت عم تحكي من شوية سارة عن السلايتر لما حكي عن the best clients مين هن the best clients كانوا سارة people who are willing to quit smoking exactly. who want to quit smoking so ما بده كل الأشخاص ما بده وجعة الرأس ما بده يقنع الواحد تعا بدي خبرك عن هيدا البرودكت يلي بيساعدك لا أنا بدي أتساعد وبدي وقف أعطيني البرودوي تفضل هذا هو البرودكت as simple as that بس كتير مهمة أنا حدد مين هن my clients وكتير مهمة أني حدد the clients اللي ما رح يعزبوني this is my best client the avatar لما أنا أحكي عن الأفاتار هيدا the best client هيدا المستعد يدفع معي tens of thousands of dollars for my service he's happily paying them عم بيقدر my service شو هي he knows what I bring value she knows what I bring to the table هلا قد سمبل هيدا هو the best person
فينا ننقيه as the best avatar. وأكيد the questions برجع بقلكم ارجعوا على الماركتينج سيشن شوفوا على اليونيك سيلينج بوينت شو هي السيلينج بروبوزيشن تبعكم شو كانت روحوا عليها and then go and do it أكتر وأكتر يعني اكتبوها لهذا البارت. سيرجيو سؤال تفضل. الوقت اللي قلت انه واحد بده يحكي عن حاله هلا صايرين بيخبروا شوي عن حالهم صح بعتقد يمكن دقيقه شوي لان ايام مثلا اللي كثير بيحكوا عن حالهم بده يقول لي خلقي انا ما عاد بسمعهم يعني بتأكد. اكيد صح. في طريقه معينه تا واحد يقدر يحكي عن حاله بستوري او شيء يكون كثير صغيره وتوصل الفكره منها صح 100% 100% صافي. وبدك تعرف انه سافيو في انت از اودينس وفي غيرك كثير از اودينس ناطرين يسمعوا هالخبريه. في اشخاص اكيد بتضيع الخلق خلص بالاخر بتصير انه اوكي ما في بقى كونتنت ما في بقى فاليو. بس في كثير اشخاص مع الفاليو اللي عم بقدموها ومع الكونتنت اللي عم بقدموه يمكن بيرجعوا بخبروها بغير طريقه او بيخبروا ا ديفرنت بارت اوف ذا ستوري كل مره وهذا هو بيغير بيخلي الاكسايتمنت يبقى اكثر واكثر. اكيد نحن عم نحكي عن الانفستور بيتش هلا ما عم نحكي عن هونيك السوشيال ميديا بس اعطينيها كاكزامبل انه انا هاو تو كونكت وذ اذرز هي اعمق طريقه هي از تو ديليفر ات وذ اي ستوري. بس ديفينتلي اللي عم تقوله مزبوط سافيو. كمان بالماركتينج ما راح نفوت فيهم بقى هول الديتيلز لانه اوريدي انتم صرتوا قاطعين فيهم بس كتير مهم اعرف انا الماركت سايز شو البوزيشن تبع الشركه لانه الانفسترز بدهم يعرفوا وبدهم يشوفوا شو هن السيجمنتيشن وانا قد ايه كلير بماي ايديا بدهم يعرفوا انه انا قديش فاهم ماي ايديا اكثر واكثر قديش عارف عن شو عم بحكي وباي طريقه انا عم بوصل ماي مسج. وكثير مهم كون سبيسيفيك قد ايه انا سبيسيفيك قد ايه البيتش رح تكون هي رياليستيك. سو البروسبكت بروفايلينج تذكروا هون انه بدكم تعملوا تو مين بروفايلينج اول واحد للانفستر وثاني واحد للكلاينت تبعي. سو انا الكلاينت تبعي عامل البروفايل تبعه عامل الافاتار تبعه وبنفس الوقت بدي اعرف انا الانفستر شو بهمه. انفستر بهمه التيم اي فوكس اون ذا تيم. انفستر بهمه المشن اي فوكس اون ذا مشن. انفستر بهمه الفاينانشال بارت اي فوكس اون ذا فاينانشال بارت. فاذا هالاشياء انا ضروري انه اعمل انا بروفايلينج هو از ماي اودينس مين هو الشخص اللي عم بيسمعني. انا البزنس موديل كانفاس بدي اكون عم حطه بقلب البيتش تاك. هاو ويل اي ميك ماني از ات باي يونت انا بدي اكون عم بيعه لشخص لكل حدا. از ات باي اور انه انا اي تشارج ماي سيرفيس بيست اون اور. از ات ريكيرينج تشارجز يعني انا فيون سبسكريبشنز فيون ممبرشيبس في رنتلز في ابلكيشنز. باي طريقه انا ماي ريفينيو موديل او ماي ريفينيو ستريم از شو الطريقه اللي انا عم بشتغلها ضروري كثير مهمه اعرف انا كيف عم شرج. والكلاينت هو الانفستر كمان بده يعرف البزنس موديل تبعي كيف انا اي ويل ميك ماني باي طريقه رح كون عم فوت على هذا البارت مع الانفستر. ساره بعثت لنا تام سام اوكي ماركت ايفالويشن از ا جريت تول تو سي اف ذا ماركت وي كان ورك وذ ماركت سايز اميزنج ثانك يو سو ماتش ساره فور ذس تول. تخبرينا شوي كيف ساعدتك سارة هيك سريعا ولو 10 seconds شو بتعمل؟ اوكي سو هيدي اتس تام سامسونج ذا توتال ماركت ذا سيرفيسبل ماركت اند ذا ماركت وي كان اكشلي ريتش تو سمت. يعني فور اكزامبل ليتس سي مريم عم يشتغلوا بالدوم سو مين التوتال ماركت هي فينا نقول انه كل شيء خاصه بالسياحه او السيرفيسز. However, هيدا التام. So this is the total market. مين السام؟ السام بالنسبة لقلون هن الأشخاص يلي عم بفتشوا إنه ما يكونوا عم بيروحوا على محل كتير luxury. So نزلنا أكتر بالفونل. السام هن الماركت that أو المارجن من هيدا الماركت يلي actually هن قادرين يوصلوا له. يعني كأنه فينا نقول a percentage from the سام. It was really nice لأنه I used it many times for لهال يعني it's really cool. That's very good. Thank you Sarah. As you can see هالقد في tools عن جد يساعدونا online tools ل our business. So how definitely we need to do it. وفي شغلة كتير مهمة guys إنه تعودنا
البزنس ينعمل مش حقولة على اللبناني بس تعودنا على الطريقة القديمة انه خلص افتح هون وعمول هيك وعمول هيك ما تعودنا نعمل كتير market research and this is where we should be focusing long term sustainable and scalable business it is definitely an intuition thing بس اكيد scientific and a long term approach انا اقدر انا اشوف اطلع على my business بهودي الجوانب تبعها جوانب اللي هي مبنية على researches مبنية على science معين تأفهم أنا شو الـ credibility وشو شو الـ adaptability تبعي بكل هذا البروسيس كتير مهم أعرف الـ traction already did you have sales في early adopters في أشخاص قلت لكم okay I will use I will pay for this product so هيدي الـ validation والـ proof كمان اللي بنقطع عليها كتير مهمة ضمن الـ pitch deck تكون موجودة الـ roadmap شو هن الـ milestones key milestones اللي عم نشتغل فيهم شو هن الأهداف اللي أنا حطتهم وشو هن الأشياء اللي أنا بلشت حققهم لهلأ وشو الميجر ستابس اللي احنا بدنا نقطع فيهم فإذا إذا أنا عندي ماركتينج تيم إذا عندي الموبايل موقع مثل ما شايفين هون الويب تيم كل حدا لقله شو الكمبليتد شو الان بروجرس شو البلاند هول مهمين كتير أنه يكونوا موجودين بقلب البيتش تاك كمان الليد جنريشن ستراتيجيز مثل ما هلأ حطت لنا سارة كمان قدي أنا من الماركت عندي شو الشير اللي عنديها وقد ايه اشخاص انا بقدر اوصل لهم شو الكونفرجن ستراتيجيز اللي اوريدي حكينا عنهم قبل ورح نحكي كمان عنهم بعد بالسيشنز اللي جايين كيف ماي سيلز بروسس ببين شو السيلز شانلز حكينا قبل عن نسبريسو وشو اليونيك سيلينج بوينت وشو البيرسيفد فاليو اللي هي بقلبها الاولد ماركتينج فانل والنيو ماركتينج مودرن اونلاين بايرز جيرني كمان نقلنا من بس انه انا انزل بهذا الفانل اللي انا نازل فيه على اكثر انه اخذ ماي كلاينت على الجيرني عم بقطع عنهم هو بسرعه لانه اوريدي مفروض تكونوا اشتغلتوا عليهم مفروض تكونوا صاروا موجودين عندكم يعني بالوعي صرتوا مفروض تعرفون سو مش هيك عم بقطع عنهم بسرعه كمان انا الكونفرجن كمان شو الموديل تبعي شو البارت اللي هو اللي خصه بالفاينانشال بارت يلي هو بخص بالموني ماستري كمان بده يكون عندي هيدا البارت اللي هو خص بالفاينانشلز واضح بده يكون كمان محطوط هو از ذا تيم مين هن هالاشخاص مين هن الاون بورد ذا رايت بيبل واي ار يو ذا رايت بيبل انتو والاشخاص اللي انتو معكم اون بورد شو الاكسبيرينس اللي موجودين حسب البرودكت اللي انا عم بشتغله اكيد بنكمل على الكومبيتيشن شغلة كتير مهمة وما تقلوها We don't have a competition في مرة كنا ببرزنتيشن بكمان بيتشينج عم بيعملوا الكومبيتيشن الأشخاص اللي عم بيقدموا وكذا حدا كان عم بيقول I don't have a competition كيف هيك You cannot يعني كتير 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 قليلة والبزنس اللي كانوا عم بيحكوا عنها كانوا عم بيحكوا عن الفود اندستري انه نو واي بالفود اندستري قد ما يكون في كومبيتيشن ووصلوا لمحل انه ضمن البرزنتيشن الاسئله من الجوريز والجاجز اللي كانوا موجودين لقوا لهم كذا كومبيتيشن فاذا كتير مهم انه انا اعرف واشتغل لانه هو از ذا كومبيتيتور مين انا عم بشتغل عند مثلي على الفكره اللي انا عم فكر فيها او البزنس تبعي Investments, أكيد أنا I need to ask for the money, they need to know how much, and I'm asking, مش أنه اليوم أنا بدي مصاري. لا. It's to ask for the precise money, عم بطلب أنا مبلغ معين, وعم بعطي percentage معين لهذا الانفستر, تقول له, I want you to be on board, أنا بدي فسر له ليه أنا بدي هالمصاري, كيف I'm planning to use this money, أنا بدي 100,000 دولار, كرمال أقدر أعمل 50,000, تيكونوا للإكسباندينج of the business, 50,000 تاني يمكن تكون to buy the machineries أو products is it interesting؟ ما بعتقد رح يكونوا interested investors to go بهذا المجال ممكن يكون أكتر interesting أنا بدي 100,000 بس بدي استعمل 50,000 for marketing for conversion بهذا الستراتيجي بهذا التول بهذا التاكتيك اللي أنا عم بستعمله ليه؟ لأن هون رحين دغري to generate more income perfect and then the other 50 رح قسمهم 10,000 أو 20,000 عم نعمل ريسيرش على هيدا البرودكت بس تنطوره بعد أكتر ممكن أنه هيدا تكون كمان interesting لإله and then 30% لزيادة 30,000 أنا عم بستعملهم يمكن to acquire new markets يمكن to be going مش بس للB2C عم جيب الكلاينت بدي هونيك الB2B كمان to have
sell franchises to other people. بديهم يعرفوا بهيدا الفرانشايز كمان. It's a different market. So depending على شو هيدا المصاري اللي أنا عم بطلبه. و definitely I would like to ask for smart money, not dumb money. مش بس بده حدا الانفستر يعطيه مصاري، لا، بس بده كمان هو يكون عم بفكر فيه. إذا already في investors on board، كمان بدي خبر عن هالinvestors، بدي خبر قديش أنا هالinvestors موجودين معي وقديش الحصص اللي already موجودين معنا. سارة كمان عم تقول this is a competitive analysis that can be used for competitors. That's amazing, سارة. That's really great. هيدا البارت كمان you're sharing here with us. Keep it simple. مثل ما شايفين هون البيتش تاك كل اللي هلا حكينا عنه ليكو كيف هو محطوط بوان بيج. It's a one page pitch deck. إذا بتطلعوا شو هو الانفورميشن بالأول، شو الاوبورتونيتي، شو البروبلم، شو السولوشن، مين تارجت ماركت، مين كومبيتيتورز، شو الفاندنج النيدد، sales and marketing, شو channel, شو activities, financial projections, milestones عم نشتغل عليهم, مين التيم ومين البارتنرز او الريسورسز. هلا قد كل هيدا الشيء اللي حكيناه قبل، واكيد بفوت بعد بانفورميشن اكثر وبعد بديتيلز اكثر، بس هلا قد انا بالاخر بدي يكون عندي هيدا البيتش تاك، هيدا البيتش كانفاس اللي من شوي كمان شفناها بوان بيج، وهيدا البرزنتيشن تبعه. اذا بتطلعوا على اوريدي هيدا البيتش تاك اللي موجوده هون، قد ايه بتلاقوها انترستينج وقد ايه بتلاقوها بتسهل حياتكم وحياه الانفستر وحياه الشخص اللي بده يشوف يور ايديا. The floor is yours. Yes, because it's clear. It's clear. انه واضحه قدامنا وال يعني افيو دوي كثير بتهين الاشياء. يعني بتشوفهم بشكل مقسم، مش عايز تاخد كل انفورماسيون من ميلك. صح. مين كمان؟ Any صراحة it's the figures for me. The figures. أسهل من إنه صراحة سهل على النظر، يعني ما حسيت بتقل أنا عم بتطلع فيها. حسيت إنه I can process it دغري يعني. Okay. Thank you. So this is amazing. هيدا كريزلت يعني أكيد مش هيك رح تطلع، بس هيدا الريزلت يعني أنا بدي أشتغل على أنه وصل تتكون my pitch deck بهالطريقة. بدي وصل my idea تأوصل أنا هيك، أنه أنا هيك مقسم الفيجرز تبعي، هيك مقسم الشكل اللي أنا بدي وصله تكون أنا directly عم بوصل لانفسترز بطريقة أوضح. مثل ما شايفين هون الديتيلز اللي حكينا عنهم عم بفوت فيهم شوي in details أكتر. So هلا قدي we are offering هالسولوشن تبعنا، هالopportunity، هالcompetitors تبعنا بطريقة كتير واضحة قدامنا، بطريقة هالأشياء كلها موجودين and very useful, very helpful and very straight to the point. وهيدا الشيء كتير بيسهل البارت اللي هالأشخاص هن عم يشوفوها. So أكيد مهمة اشتغل على intentionality، أنه أنا I need to prepare, I need to have the attitude, I need to have the opportunity and I need to take action. And this is good luck in business. هيدا هو الـ good luck when we say it in business. هيدا هي الفورمولا. أنا عندي الـ preparation محضر my pitch deck. أنا my attitude is positive. هلأ إذا أخذت فتت على الـ investor، فتت لعند الشخص أنا عم بعمل pitch تبعي، I am positive. أنا الشخص اللي موجود قدامي واو بيقولوا عن جد فات هيدا الشخص مع energy كتير حلوة. So هيك أنا بدي فوت على هالصحات، مش أنه تعبني بالـ energy تبعه هيدا الشخص فات أنه مهموم. So no. This is how I should enter. The opportunity, it will come. إذا إيش الopportunity مني prepared راحت، إذا إيش الopportunity I'm prepared, I have the right attitude and I'm taking action towards it, this is definitely good luck. لما نحكي ب everyone communicate and few connect كمان another book by John Maxwell بيحكي أنه أنا بالbody language هي 55% effect, tone of voice هي 38% وتخيلوا words it's 7%. لأنه نحن mainly 93% of the message تخيلوا has nothing to do with what we actually say. تخيلوا هل قد أنا التون بدها تكون موجودة، البادي لانجوج بده يكون موجود، الطريقة حتى لو behind the screen، حتى لو كنت live anywhere، هالأشياء بدها تبين. هلا إذا بتشيلوا كلكم الكاميرز، إذا ما حدا منكم عم بيشوفني and you are hearing me بس، الطريقة اللي عم بحكي فيها أو الشيء اللي أنتم عم تسمعوه you can feel أكتر وأكتر هالتون أو you can feel أكتر وأكتر هالبادي لانجوج. so بتحسوا أنتوا أوكي في شيء مريحني في شيء مش مريحني.
مشان هيك connecting goes beyond words. أنا أبعد من بس الكلام يلي عم بحكي أكتر من أنه بس شو محضر تفرجي هذا الانفستور، كمان how I am connecting with them، شو الطريقة، لأنه people love to work with people who love or people they like or people they trust. Palms gestures أكيد بدي يكون أنا حركة الإيدين كيف أنا عم بكون عم بحكي، ما أكون أكيد مسكر إيدي، ما أكون مكتف إيدي، فإذا هيدا الشغلة كتير مهمة. أنا الأشياء اللي عم بحكيهم وبالطريقة اللي عم بحكي فيها my presentation تكون أنا منتبه على هالأشياء. So تكون أنا أكتر منتبه، it's not only what you say, it's how you say it. كمان أنا كيف عم بقول هيدا الشغلة، كيف عم بتنفس، الوقفة تبعي، البوستشر، breathing، the smile، أنا وعم بحكي في هون كمان sing to practice your tone. So كمان sometimes في exercises اللي بنعمله، ومثل ما قلت لكم by the way guys، إنه هالpresentation it will not cover 100% of this pitching to investors and presentation skills، لأنه عن جد minimum 4 to 5 days full days training، وغير ال practice اللي بتعمله أنتوا on a daily basis. So في أشخاص already مقلعين بهذا البارت، في أشخاص يمكن بعدهم مبلشين جديد، no problem. Most importantly is to start practicing. Record your voice and analyze playback. It could be كمان في كتير أشخاص ما بتحب تسمع صوتها، يمكن إذا مش كتير أشخاص 90 أو 95% من العالم ما بيحبوا يسمعوا their own voice again and again. كمان practice it, analyze it. شوفوا أنا وين عم بطلع وين عم بنزل، بآخر الجملة عم بطلع بالبيتش ولا عم سكرها، شو بتعمل credibility لقلي مثلا، موجور أو موجور فايت أنا. Hello dear investors. So it's different. كل واحدة شيء، كل واحدة tonality شيء تبعها. It's really important أنا كيف عم بحكي هالجمل، وين القفلة تبع الجملة عم بتكون. And this is where I practice and get feedback from other people. Let me see the message. You can practice on the mirror and exactly 100% دينا. 100% practice on the mirror and create a video. Questions. هون لما نجي نحكي عن the questions، هون عم نحكي the best speaker tool ever. So أنا لما بلش بال questions هي it's something to engage. مثل ما قلنا قبل، أهم ثلاث أشياء أساسية بركز عليها الشخص، أو أكثر ثلاث أشياء بتخرقه وبتكسر الجليد مع الشخص اللي قدامكم، especially as an investor، هو story, statistics, and questions. So did you know that 50% of people in Lebanon are getting paid in US dollars? Of 50% مثلا بخلق statistics. And then بخبر الستوري تبعي، أو بنطر منهم هن يكونوا عم بخبرون. أنا هيدا سألت هيدا الكويستشن وحطيت فيه statistics، so فتت أنا بشغلتين. في أنا أسأله السؤال، how many people in Lebanon are paid in USD؟ so بلشوا يفكروا معي. فإذا شو ما كان السؤال definitely بيكون not to break the ice only، بس أنا روح عليه أكتر to a conversation starter أو to engage هيدا الشخص اللي موجود قدامي. The power of the story، قلنا كتير عن stories، قديش the best speakers use those stories. They are storytellers. They build rapport and they have a credibility. واليوم أنتوا عم بتشوفوا أكتر وأكتر الفيديوز اللي عم ينزلوا السوشيال ميديا واني اني اذر بليس، هالكونكشن لما عم تكون ضمن الستوري. حتى يمكن ساره كمان عم تشتغل بالداتا، بتخبرنا اكثر بالداتا هاو دي ار يوزينج ذا ستوريز اللي عم بيطلعون من الداتا، وحتى الداتا كيف عم تطلع مور داتا فروم ذا ستوريز. كمان هالقد هالشيء عم بيساعد، هالقد هالشيء عم بيكون موجود وتيطلع وتيعلي الانفلونس تبع الشخص، لانه أنا لما بستعمل هالستوريز عم بجذب هيدا الأودينس لإلي، عم بخليهم يسمعوا لي بطريقة كتير أسهل. وشغلة كتير مهمة، I am using emotions. في كتير عالم بتفكر أنه أنا البيتشينج بده يكون كله راشنال، كتير بده يكون هيك straight to the point، أو أنا بدي البرزنتيشن تبعي تكون كتير هيك professional وطريقة كتير scientific. No. Yes بدي استعملها بطريقة كتير مهمة وطريقة كتير professional. And yes بدي استعمل emotions، بدي حط أنا قلبي بقلب هيدا البرزنتيشن، وهن الأشخاص كمان يكونوا عم بيشوفوا هيدا البارت. The five P's of good voice habits هن the power, the volume, not too loud and not too quiet. The pitch, the variance هو الكي. It helps bring emphasis to different bits. Pace،
most people talk too fast because they want to get over with and as quickly as possible. في شغلة مهمة بالفيس أنه once you're reading مثلا you can do هيدي الطريقة أنه أنا okay up and down one and two بكون أنا عم حرك إيدي على فترة معينة and then to use my gestures بطريقة فيس معينة بيصيروا عم بيمشوا مع بعض مع الوقت بيكون عم بيساعدنا هيدا البارت أنه بكون عم بتقدم بمي presentation. The pause, it's good for emphasis. Every single time I'm using statistic معين أنا عم بستعمل point كتير أنا حابب أن أشدد عليها. And guys, let me introduce you to the team. Okay, فأنا شددت أنه أنا بدي this is the best team that we have in the industry. Those are the best people. Fabienne will be working on our public image. Reem will be working on our web development. Baha will be contacting the contractors. كل حدا بيكون عنده بارت معين عم بيشتغله. So the pronunciation كتير مهمة كمان بتساعد ضمن هيدا البارت. بدي اياكم تعرفوا كمان another statistic انه ثلاث ارباع العالم اذا مش اكتر بيخافوا من public speaking. This is the second highest fear in the world غير عن الموت. أول خوف بالعالم people are afraid from death. The second statistic بتجي من بعد الـ death هي public speaking لأنه بتفعل كتير أشياء بالـ subconscious mind لأنه بتفعل الأميجدالا اللي هي موجودة بـ our primitive brain يلي بيخاف من judgment of the other person يلي بيخاف من أنه شو الغير بده يحكي عني what would they say now. مشان هيك في كتير أفكار يمكن أنتوا بتقولوها يمكن أنتوا حابين تقولوها ضمن بزنس ضمن يور سكول ضمن يور يونيفرسيتي ضمن بحال لمحل انتم موجودين فيه وبالاخر ما بتقعدوا بتعبروا عن رايكم بتقولوا خلص بلاها هالفكرة شو رح يحكوا عني اذا حكيت هالفكرة. سو بتبلش بمحلات كتير بسيطة it could be بسيتنج كتير صغير it could be بمحل انا موجود فيه بعائلتي مع اشخاص انا بعرفهم بس ببعد بحكي لانه شو معقول يقولوا عني. هيدا كمان بيوصلني لمحل انه خليني خاف من البابليك سبيكينج. سو ذس از سمثينج فيري نورمال. If you have it, we know, عم بقول لكم ثلاث ارباع العالم عندهم هيدا البارت اذا مش اكثر. سو اذا ديفينتلي اذا قطعتوا فيه او هلا قاطعين فيه او بعدين يمكن just know انه this is okay, this is there. بس imagine كمان the word fear هيك لما نجي نفصلها false expectations او false emotions appearing real. فاذا انا كمان كنت حط هيدا الشغله براسي انه اوكي لك هيك في مبينه كمان. Don't kill people with slides. هذا شغلة كتير مهمة ما تكون في كتير slides. If you can't explain it simply, you don't understand it well enough. Albert Einstein. الكوتس كتير مهمين. كتير أشياء أنتوا هيك مهمة أنكم تحطوها بطريقة very simple. توضح your idea مع vision. عم تستعملوا صورة كتير مهمة. صورة كتير كبيرة. وأقل شيء كلمات ممكن أنه أنا أكون عم بستعملهم. Another Jim Rohn quote. Word from the wise. بنصحكم كمان تقروا هيك quotes لجيم رون. في عنده groups كمان على فيسبوك if you want to join them بحطوا هيك كل يوم quote اشي هو بقوله. Never wish life were easier. Wish that you were better. رح كمل أنا بآخر هيك كم دقيقة رح كون عم سرع بهود الـ 2 minutes اترك مجال للآخر questions عندكم ياهم. بديكم تعرفوا أنه the world is going to sustainable development goals اللي هن الـ UN عم بيحققوا الأهداف الـ 17. Find your story and find your business بأي numbers بهود الgoals. Your business should be in those goals. لأنه من هلأ لعشر سنين لقدام كل programs يلي عم بيجوا كل investors يلي عم بيجوا يشتغلوا كل الأشخاص اللي عم بيطوروا their businesses عم بيكونوا عم بيشتغلوا على هود الgoals اللي هن واضحين. وكتير هيك blunt أنا أوكي نحن عم نشتغل على الcommunity and city number 11. أنا عم بشتغل على reducing inequalities great number 10. أنا عم بشتغل على life on land على البيئة perfect number 15. أنا عم بشتغل على justice على peace 16. أنا بشتغل to connect people with each other great partnership for the goals. أنا عم بشتغل للطبيعة ولل climate action great number 13. So كل واحدة منهم هي it focuses على شيء معين وكمان your business it could work with different things يعني with different goals يعني في منهم zero hunger في منهم نفس الوقت لأنه عم يشتغلوا على hunger عم يشتغلوا على poverty so one and two مع بعض بيجوا لأنه عم يشتغلوا على hunger عم يشتغلوا على good health لأنه عم يشتغلوا على هيدا البارت.
فإذا as a dietitian أنا عم بشتغل على good health. أنا I encourage مثلا يمكن my target market هن single moms, هن widowed women. فيها تكون كدايتيشن أنا بشتغل بس مع الأمات, بشتغل بس مع هؤلاء الأشخاص هالكاتيجوري من العالم اللي هن عمرهم بين 40 وال 50 أو عمرهم بين 50 وال 60 اللي ما عندهم حدا اللي اهتموا كتير بالآخر, بس بعد ما اهتموا بحالهم أنا بخليهم يهتموا بحالهم. سو أنا هون بكون عم بشتغل على number 3 وعن number 5 وعن number 2, سو كذا جول مع بعض. I'm familiar with this أصلا. Yes. That's really important. وهذا كتير مهم أنه هلأ أنا بكون عم بشتغل عليه. عينة من الـ opportunities اللي موجودين, this is the group Lebanese youth opportunities اللي تلكون عنه, وغيره من الجروبات jobs in Lebanon, jobs for Lebanese, بغيره وغيره وغيره, USAID, عم نحكي الـ USAID, عم نحكي عن الـ UKAID, عن different places. حطيت أنا فوق في German كمان, الـ US Embassy كمان هي تكون عم تشتغل, European Union, الـ UNDP مثل ما شايفين. So الباريتاك اللي هو it's a hub in Lebanon كمان للـ entrepreneurs, في كتير programs كتير. هول البروغرامز الكومبيتيشنز at least تفوتوا بوان كومبيتيشن, تفوتوا هيك تشوفون هول البروغرامز كتير بيساعدوا. إذا حدا منكم عم بيفكر إنه يعمل exporting للبرودكت, في هلا تحت SME survival and business continuity program كمان في application لقله موجود. بالنص في what's your service ساندريلا مبايد عامل شيء كتير حلو اللي هو to put online businesses كلها بهيدي البلاتفورم اللي هي what's your service for Lebanese businesses, تحطوا into your business تكون كمان مثل as a resource, مثل guide لكل ال online businesses, كمان you can put your business over there. هودي كله موجودين بقلب ال Lebanese youth opportunities لما تفوتوا على group أو على different platforms if you just search for them, وغيره وغيره وغيره. يعني let your research online, let your time spent online يكون عن جد بهود المحلات لأنه بيساعدوا. في كمان بتميز محطوط الانستغرام كمان تبعهم عم بيساعدوا ال 20 small medium sized businesses وغيره وغيره وغيره, رح يكون في هود البرامج عم بيساعدوا. وتحت كمان investing in women, هلا هيدا البروجرام بعده active, investing in women in Lebanon, هيدا البروجرام بعده active كمان, you can go and check it out. investors website رح كون عم بحط لكم اياه هون على الانترنت عندكم, رح كون عم بحط لكم اياه هون هلا تتشوفون. هلا كمان رح كون انا بركي عم فوت على 1 اور 2 بس حسب الوقت, ما بعتقد رح كون عم اقدر نفوت عليهم, بس I will share them with you, هودي على الواتساب او تكونوا هن باقيين عندكم. هول هن انجل انفسترز, هول هن انفستمنتس بلبنان عم بينعملوا من اشخاص بلبنان ومن اشخاص برات لبنان, هن عم يستثمروا بالسمول بزنسز, بالميديوم بزنسز, بالاشخاص اللي هن بلشين جديد. ديفينتلي مش يعني اذا حدا عرض علي انفستمنت اروح اني اقبل, لا, بس هودي ريسورسز, هودي محلات انا اقدر لاقي منهم انجل انفسترز موجودين عم يستثمروا بالشركات اللبنانيه, انه اي في بروجرامز عم بيكونوا مدعومين واشخاص حابين يستثمروا هالمصاري تبعهم. ناو اتس يور تيرن, اكيد مش هلا بهول 5 مينتس, بس اتس يور تيرن to prepare a pitch deck, to prepare a presentation. بدي اياكم تفكروا بهذه البرزنتيشن مش بس for next time, يعني مش رح اعطيكم بس 1 week لا, مع انه في اشخاص طلبت منهم ب 2 days عملوهم, بس رح اعطيكم وقت اكثر. It could be for next week, it could be the week after, بس مهم قبل ما يخلص هذا البروجرام تكونوا عم بتحضروا your pitch deck, تكونوا عم بتحضروا your presentation. بدي اياكم تتمرنوا معنا, بدي اياكم تكونوا عم بتحطوا هذه البرزنتيشن, تكونوا عم سيرجيو use it and you might apply to other places, to other people. أنتوا تكونوا عم تجربوا هيدا البرودكت وتجربوا هيدا السيرفيس مع غير أشخاص. So this is the pitching, هيدا البرزنتيشن سكيلز, هيدا بارت من أكيد بارت كثير كبير اللي هو خاصه بالبرزنتيشنز, خاصه بالبيتشنج, بس this is a place to start. Thank you so much for listening, and the floor is yours for comments, for questions, for anything you want to add behind the next few minutes. Thanks a lot, Sergio. Really, it was really enriching.